قالت وزارة البترول المصرية إن الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد وقعت اتفاقيتين مع شركة النفط أرامكو لتخزين منتجات بترولية في البلاد، وذكرت الوزارة بأن أحد العقدين يتعلق بتوفير ساعات تخزينية لزيت الغاز بطاقة 222 ألف متر مكعب، والعقد الثاني يتعلق بتوفير ساعات تخزينية لزيت الوقود بطاقة تبلغ 165 ألف متر مكعب بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالمملكة أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية.